به المجيد وخطابه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق نبيه الرسول الكريم. صلوا على النبي وآله، وقوموا وتقدموا قليلا في مجال قريب المنبر تصير طريق للداخلي، بارك الله فيك. تقدموا على أساس يصير للقيام أثر، قدموا شوي. أي أحسنت. هذه الآية المباركة تتحدث عن التغيير، كيف يغير المجتمع من حاله، وكيف يغير الفرد من نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأردنا أن نجعل هذه الآية مدخلاً للحديث عما عنوناه بإدارة العقل وهندسته. حديثنا حول العقل وكيفية إدارة العقل وهندسته، والحديث يقع ضمن عدة محاور. في المحور الأول نتعرف على المقصود من إدارة العقل وهندسة العقل. في أغلب الأحيان الإنسان يفكر بعقله لكن لا يفكر في عقله. كثير منا في يومه وليلته يستخدم عقله في كل ساعة في كل لحظة للتفكير، للانتباه، لتحليل المعلومات، لمعرفة الأفكار، لكن من النادر أن يركز الإنسان تفكيره في العقل، في كيفية عمل العقل، في كيفية ترتيب أفكار العقل، في كيفية التحكم في العقل، في كيفية إدارة العقل. هذا أمر جدا مهم. متى ما بدأ الإنسان يفكر في عقله وكيفية إدارة عقله نجح في تغيير سلوكه، نجح في التحكم في أفكاره، نجح في ترتيب أهدافه، نجح في ترتيب أولوياته. وهذا ما يعبر عن بإدارة العقل وهندسة العقل. وهذا علم الآن يدرس في كثير من المؤسسات الأكاديمية تحت عنوان علم البرمجة العصبية وتطوير الذات. هذا العلم الذي نشأ على يد عالمين، ريتشارد باندلر وجون غراندر، 1973 لاحظوا أن هناك علاقة بين اللغة والعقل، وأننا متى ما ركزنا على أفكارنا ونظمنا أذهاننا فنستطيع أن نغير الكثير من سلوكياتنا. إذن حديثنا سينصب على هذا الجانب، كيف يمكن لي أن أستفيد من خلال العقل ومن خلال الأفكار ومن خلال ترتيب ذهني أن أغير من سلوكياتي، أن أغير من طباعي، أن أغير من عاداتي. هذا مبحث جدا مهم، مبحث اجتماعي وسلوكي وخلقي رائع ورائد جدا في هذه العصور. ولكي
نتحدث بشكل أكثر تفصيل نقسم العقل. علماء البرمجة العصبية يقسمون العقل إلى عقلين، يقولون كل إنسان يمتلك عقلين وليس عقلا واحدا. العقل الأول يسمون العقل الظاهر، والعقل الثاني يسمون العقل الباطن، أو الأول يطلقون عليه العقل الواعي والثاني يسمونه العقل اللاواعي. ما المقصود من هذين العقلين؟ العقل الظاهر هذا العقل الذي نفكر به، أنت الآن تستمع إلي وتتأمل في العبارات التي أقولها وتتصورها وترى إن كنت مقتنعا بها أم لا. هذا النسق من التفكير يقوم به عقلك الظاهر، عقلك الواعي. فإذا القضايا العقلية التي نمارسها بانتباه وبتركيز هذه من وظيفة العقل الظاهر، من وظيفة العقل الواعي. لكن هناك تحت العقل الواعي يوجد عقل آخر يعبر عنه بالعقل الباطن أو العقل التحتاني أو العقل اللاواعي. ما المقصود من العقل الباطن أو العقل التحتاني أو العقل اللاواعي؟ يقولون هو العقل الذي يختزل كل الأفكار القديمة وكل الذكريات وكل الخبرات وكل الطباع وكل العادات منذ أن كنت جنينا في بطن أمك إلى يومك هذا. يعني وراء هذا العقل الظاهر توجد أرضية عقلية تتساقط وتتجمع وتتقطر فيها كل الأفكار الراسخة. أنت تأخذ أفكار كل لحظة وفي كل حين، لكن هذه الأفكار بعضها يتلاشى وبعضها يختمر في عقلك ويبقى في عقلك. هذه الأفكار التي تترسخ وتبقى تتقاطر إلى ما يعرف بالعقل الباطن، بالعقل اللاشعوري، بالعقل اللاواعي، بالعقل التحتاني. ولذلك يقولون بأن العقل الباطن يحوي كما كبيرا من المعارف والمعلومات والميول والطباع والعادات. إذن العقل الباطن هو أخطر من العقل الظاهر، لأن العقل الباطن هو الذي تتشكل فيه شخصيتك، هو الذي تتشكل فيه طباعك، هو الذي تتشكل فيه ميولك. ورح نتحدث عن هذا العقل بشكل أوسع حتى نفهم ما المقصود منه. يفرقون بين العقل الظاهر والعقل الباطن بعدة فوارق. الفارق الأول أن العقل الظاهر هو العقل الذي يحتاج إلى وعي وانتباه وتركيز. أنت عقلك الظاهر اللي الآن تستمع به وتحلل به المعلومات، إذا أنت تركز وتلتفت تفهم وتلتقط الفكرة وتتصورها وتحللها، أما بمجرد أن تغفل يشرد ذهنك يمينا أو شمالا، فهنا العقل الظاهر لا يجمع شيئا، لا يلتقط شيئا. أما العقل الباطن لا، سواء ركزت أو لم تركز هو يشتغل على كل حال. بل يقولون أنك في حالة غفلتك وعدم وعيك شغله يكون أكثر وتحفزه يكون أكثر. ولذلك يقول علماء البرمجة العصبية أن العقل اللاواعي أو العقل الباطن يتحفز ويشتغل إذا غاب الوعي عن الإنسان. يعني بمجرد أن ينام الإنسان يشتغل عقله الباطن، بمجرد أن يغفل، بمجرد أن يتشتت تركيزه يشتغل عقله الباطن. وأعطيك بعض الأمثلة. أحياناً الإنسان مثلاً وهو يقود سيارة يغفل، إما مثلاً ينشغل بصوت المسجلة أو بالحديث مع صديق مثلاً أو باستعمال الهاتف النقال، وقد يواجه موقف. افترض السيارة التي أمامك مثلاً خففت سرعتها، لا شعورياً قدمك تتحرك إلى فرامل السيارة وتخفض سرعتها مع أنك غافل ملتفت مثلا إلى حديث صديقك أو منشغل بالمسجلة. من الذي جعل قدمك تتحرك بشكل لا شعوري وبشكل لا إرادي وتخفف سرعة السيارة؟
يقولون العقل الباطن، لأن العقل الباطن متى ما رأى العقل الواعي غافل عن شيء هو يسد النقص، هو يتحرك. ومن هنا يقولون بأن العقل الباطن هو الذي يسيطر على سلوك الإنسان، هو الذي يسيطر على تصرفات الإنسان، وهو الذي يهيمن على شخصية الإنسان. الفارق الثاني أن العقل الباطن قدراته هائلة جدا تفوق العقل الظاهر بشكل كبير. فيذكر أحد علماء النفس جورج مولر في بحث أجراه عام 1956 أن العقل الظاهر، التفتوا إلى هذه المعلومات المهمة حتى نعرف أهمية العقل الباطن وضرورة أننا نتعامل معه وننفتح عليه. هذا العالم يقول أن العقل الظاهر قادر على أن يستقبل في اللحظة الواحدة 7 معلومات فقط، إما معلومات سلبية أو معلومات إيجابية، بينما العقل الباطن قادر على أن يستقبل في اللحظة الواحدة 2 مليار معلومة. يعني مثلا أنت الآن تستمع إلي، عقلك الظاهر الواعي يسمع المعلومة، يسمع الكلمة ويحللها فقط، بينما عقلك الباطن يستقبل كل المعلومات المحيطة به، يستقبل الأشكال الموجودة في هذه القاعة، درجة حرارة الغرفة، درجة الضوضاء والأصوات الموجودة، يخزن هذه الصور التي تحيط به، يخزن أشكال الموجودين أمامه، يخزن درجة مثلا نعومة أو خشونة السجاد الذي تجلس عليه. إذن العقل الباطن يخزن كم هائل من المعلومات، وهذه المعلومات بعد أن تترسخ يستفيد منها العقل في لحظة من اللحظات. لو حصل مثلا ظرف طارئ تجده يسخر كل هذه المعلومات التي اختزنها في ضمن سلوك معين، كيف تخرج من هذا المكان مثلا، كيف تستقر لتحمي نفسك، وهلم جرى. إذن فالعقل الباطن من قدراته الهائلة أنه يخزن معلومات كثيرة يستفيد منها الإنسان في لحظة من اللحظات. الفارق الثالث بين العقل الظاهر والعقل الباطن أن العقل الباطن يحتوي ما تتشكل منه شخصية الإنسان. التفتوا إلى هذه النقطة المهمة، يعني طباعك، عاداتك، قدراتك، خبراتك، المعتقدات والقناعات الراسخة عندك كلها مخزنة في العقل الباطن. فإذا استطعت أن تصل إلى العقل الباطن استطعت أن تتحكم في كل هذه الأمور. ما دام العادات موجودة في العقل الباطن فأنا متى ما وصلت إلى عقلي الباطن وأخذت أديره بدقة وبإتقان استطعت أن أصحح عاداتي، أن أصحح سلوكياتي. ما دامت القدرات والمواهب مخبوءة ومخزونة في عقلي الباطن فأنا لا أستطيع أن أعرف قدراتي إلا إذا غصت في أعماق عقلي الباطن. ولذلك تشوف كثير من الناس يعيش سنوات عديدة وهو لا يعرف حقيقة قدراته ومواهبه. لماذا؟ لأنه لم يتفكر في يوم من الأيام في عقله الباطن ويحاول أن يستخرج قدراته ومواهبه وإمكاناته وكفاءاته. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد على أهمية العقل الباطن من ضمن أقواله المأثورة: العقل عقلان، مسموع ومطبوع. العقل المسموع يعني العقل الواعي، هذا الذي يلتقط الأفكار التي يسمعها، ومطبوع يعني الطباع التي صارت في خبيئة الإنسان ورسخت في شخصيته. القرآن الكريم أيضا يؤكد على أهمية هذه النعم: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يعني هناك نعم ظاهرة كالعقل الظاهر ونعم باطنة كالعقل الباطن. إذن تعالوا نتعرف على كيفية
الوصول إلى العقل الباطن والتحكم فيه وإدارته وهندسته حتى نصحح من سلوكياتنا ونصحح من عاداتنا وطباعنا، وهذا ما نتناوله في المحور الثاني. يذكر علماء الاختصاص أن طريق الوصول للعقل الباطن هو من خلال العقل الظاهر، يعني أنت ما تقدر توصل إلى عقلك الباطن إلا إذا تفكرت بذهنك، والتفكر بالذهن وظيفة العقل الظاهر، إذن فالعقل هو ممرنا الذي يوصلنا إلى العقل الباطن. لكن يذكرون أن للعقل الباطن قوانين وقواعد ومبادئ كثيرة جدا، يحصيها بعضهم ب276 قانون ومبدأ، حتى نعرف أن القضية كثيفة والقضية فيها كم هائل من القواعد النفسية والقواعد الأخلاقية والقواعد السلوكية، فحري بالإنسان أن يطلع على هذه المعارف ليستفيد منها في سلوكياته. أنا أتعرض إلى قانون واحد ونرى كيف يمكننا توظيفه في تغيير الكثير من سلوكياتنا. واحد من القواعد أو القوانين التي ترتبط بالعقل الباطن ما يعبر عن بقانون التراكم. التفتوا إلى هذا القانون المهم، طبعا هو قانون يتداخل مع قانون التركيز وقانون القناعات وقانون التوقع، لكن نحن نعنونه بقانون التراكم. يقولون الإنسان إذا أخذ يفكر في شيء ويراكم تفكيره حول هذا الشيء، يكثر من التفكير فيه، يكثر من التفكير فيه، سرعان ما يتحول إلى قناعة راسخة. أعطيك بعض الأمثلة. يقولون مثلا لو أن إنسان أخذ يفكر في أنه فاشل في حياته، شوف هذا مثال سلبي، دائما تشوف بعض الأشخاص سلبيين دائما يتصور أنه لا ينجح في مشاريعه، لا ينجح في دراسته، لا ينجح في حياته الأسرية، كلما فتح مشروعا لم يوفق فيه، ويعزز في نفسه مثل هذا التفكير ومثل هذا التصور ومثل هذه القناعة. يقول علماء الاختصاص مثل هذا الشخص لا يمكن أن ينجح في حياته على الإطلاق. لماذا؟ لأنه بكثرة تفكيره في هذا الجانب وتعزيزه لهذه الفكرة راح تتولد عنده قناعة راسخة بأنه لا يمكن أن ينجح. والنجاح يقولون أنت الذي تصنعه، النجاح ما يجيك بالمجان، أنت من يصنع النجاح، وصناعة النجاح تحتاج إلى إرادة متفائلة، إرادة منفتحة على الحياة، إرادة تجعل الإنسان على قناعة بأنه متى ما دخل في مشروع قادر على أن ينجح نفسه. لكن إذا أخذ يرسخ في نفسه أنني أنا دائما أفشل، دائما لا أوفق، دائما لا أصل إلى النجاح، يقولون كثرة تكرار هذه الفكرة كفيلة بأن تفشل كل مشروع يدخل فيه. وفعلا ربما تجد نماذج في حياتك القريبة لأشخاص منذ صغرهم وهم يلقنون أنفسهم أنا ما يمكن أنجح في الدراسة، وفعلا يفشل، أنا لا يمكن أن أنجح في مشاريعي، وفعلا يفشل. يقولون واحد من الأسباب الرئيسة التي أوصلت هذا الشخص إلى الفشل هو هذا القانون، قانون التراكم، أنه بسبب هذا التفكير بدأ يلقن نفسه أنه دائما سيكون عرضة للفشل فيرسخ في نفسه هذه القناعة فيفشل. والعكس بالعكس، لو أن شخصا أخذ يرسخ في نفسه قناعة النجاح سينجح. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله تفاءلوا بالخير تجدوه. الإنسان الذي يرسم لنفسه أملا مشرقا، يرسم لنفسه أهداف منفتحة على الحياة، تجده منطلق إيجابي متفاعل، غير منكفع على نفسه، غير منعزل، غير منطوي. ومن هنا ينبغي للشاب أن يتنبه. شوف بعض شبابنا يقول أنا ما جاي أوفق لأن أظفر بفرصة عمل، لأنك أنت لم تعمق في نفسك قناعة الحصول على العمل. لو بدأت تعزز هذه القناعة في نفسك وترسخ أنك ستقبل أي عمل تظفر به، شوف خلال يومين
تحصل على فرصة عمل، وشيئا فشيئا تطور نفسك إلى أن تصل إلى فرصة العمل التي تحلم بها. أما إذا أنت تعزز في نفسك، أنا لن أظفر بالعمل الذي أريده، وكل ما تجيك فرصة عمل لا مو هذا الذي أطمح إليه، وتبدأ تراكم على نفسك الفشل فالفشل إلى أن تبقى عازفا عن العمل فلا تحظى بفرصة. هذا المعنى أيضا ينطبق على الحياة الأسرية. شوف بعض الزوجات مثلا ترسخ في نفسها قناعة أنها تعيسة في حياتها الزوجية، فقط تفكر في الجوانب السلبية، أنني أنا لم أظفر بزوج يوفر لي كل متطلبات الحياة ومتطلبات الرفاهية، غيري من النساء يمتلكن سكنا أفضل، يمتلكن وسائل مريحة أكثر، سيارة أفخر، سيارة كذا، وتبدأ تعزز في نفسها هذه الحالة إلى أن تقنع نفسها بأنها تعيش حالة التعاسة، في حين علماء التربية والأسرة يقولون أن السعادة تصنع، السعادة منبعها أنت، السعادة منبعها القناعة. متى ما صار الإنسان قانعا بما رزقه الله، قانعا بما أعطاه الله ولو كان قليلا، راح يعيش حالة التصالح مع نفسه، يعيش حالة الرضا، يعيش حالة الاطمئنان. والرضا والاطمئنان هي أول درجات السعادة. إذن قانون التراكم العقلي هو الذي يصنع مصيرك، هو الذي يصنع سعادتك، هو الذي يصنع فشلك، هو الذي يصنع نجاحك. ولهذا يقولون من خطورة مثل هذا التفكير، قد الإنسان يوصل نفسه إلى مآزق نتيجة تلقينه لنفسه ببعض الأعمال السيئة. وهذا ما تشير إليه الروايات، أن ذاك البعيد الذي يصر على المعاصي ويصر على الآثام، منشأ المعصية ومنشأ الإثم خطرات النفس. ذاك البعيد الذي دائما يمني نفسه بالمعصية، دائما يمني نفسه بالملذات والشهوات المحرمة، تجد سرعان ما يلقن نفسه وهذه الحالة إلى أن يبدأ يبحث عن أسبابها والمستجار بالله، وينحرف وينجر إلى طريق الشيطان. والعكس بالعكس، لو أن شخصا أراد أن يخلص نفسه من هول المعاصي والذنوب وأراد أن يسلك طريق التوبة، طريق التوبة أيضا مفتاحه فكرة، مفتاحه أن تلقن نفسك كيف أتوب إلى الله، كيف أرجع إلى الله، إلى متى وأنا غارق في شهواتي وفي لذائذي وفي دنياي وأنا غافل عن الله تعالى. إذا يبدأ الإنسان هذا الطريق بتفكيره في التوبة ويبدأ يغذي نفسه هذا التفكير ويلقن نفسه هذا التفكير، أنني سأبدأ طريق التوبة منذ غد، لا ريب أنه إذا أصر وأصر ولقن نفسه وأخذ يقنع نفسه بهذا السبيل، في اليوم الثاني سيجد نفسه على سجادة الصلاة يراجع نفسه ويعترف بين يدي الله بتقصيره. ولذلك ورد في كلمات الأئمة سلام الله عليهم أن مفتاح التوبة الندم، والندم بدايته فكرة. إذن مفتاحك إلى تصحيح سلوكياتك هو تلقينك لعقلك ماذا تريد أن تصل إليه. تشوف إنسان مثلا يواجه تحديا في الحياة، يعيش مشكلة من المشاكل، إذا يستسلم لهذه المشكلة تبقى هذه المشكلة مسيطرة عليه ومخيمة عليه، وقد تقوده من فشل إلى فشل. لكن إذا يتحدى نفسه ويقف ويواجه هذه المشكلة، سرعان ما يتخلص منها شيئا فشيئا. ذكرون مثلا مثال،
الشخص المبتلى مثلا بفرط السمنة، وكلنا على كل حال يعني الأرقام في دول الخليج عن السمنة مروعة، إذا يبقى مستسلم لهذه الحالة لن يعالج نفسه مما هو فيه، لكن إذا يبدأ يلقن نفسه أنا قادر على التخلص من هذه المشكلة، أنا قادر على أن أدخل في برنامج يخلصني من هذا المرض، ويبدأ يفتح لنفسه آفاق ويتفكر في مستقبل جيد، أنني ربما خلال أسبوع أتخلص من كمية كبيرة من هذه السمنة وأصبح مثل فلان وفلان وفلان، ويرسم لنفسه طريق الأمل والنجاح، سرعان ما يسلك هذا الطريق ويتخلص مما هو فيه. أما إذا يستسلم إلى هذه الحالة ولا يقاومها فيبقى رهينها إلى آخر عمره. إذن مفتاح تغيير السلوك هو مبدأ التلقين ومبدأ التراكم الذي يرتبط بالعقل الباطن. متى من فتحت على عقلك الباطن وأخذت تلقن نفسك مثل هذه الأفكار الناجحة، مثل هذه الأهداف الطموحة، سرعان ما تتحول هذه الأهداف إلى سلوكيات وإلى أفعال، ثم تغير من طباعك وتغير من سلوكياتك. وهذا ما نراه أيضا في تراث أهل البيت سلام الله عليه. الإنسان إذا اتخذ القرار المناسب سرعان ما يصل إلى الهدف الذي يطمح إليه. لاحظ مثلا من دروس كربلاء موقف زهير بن القين البجلي رضوان الله عليه، موقف اتخذه بمعونة زوجته، أرسل إليه الإمام الحسين سلام الله عليه وهو جالس مع أصحابه في خيمته على غداء له، جاء رسول الإمام الحسين قال له يا زهير إن الحسين يدعوك. تقول الرواية فوجم القوم كأن على رؤوسهم الطير. هنا زهير كان يوازن بينه وبين نفسه، يشاور نفسه يستجيب أو لا يستجيب. لاحظ دور كلمة كيف تغير السلوك. بينما هو كذلك وإذا بزوجته تدخل على الخط، قل زهير يدعوك ابن بنت رسول الله وتحجب عن ألا مضيت إليه وسمعت من، شوف دور الكلمة الإيجابية، دور الكلمة المؤثرة. ولذلك حري بنا إذا أردنا أن نصحح سلوكياتنا أن نحرص على الكلمة الإيجابية، مو أثبطك وأقتل إرادتك وأقف أمام نجاحك، لا، لا تقول الكلمة إلا إذا كانت ذات تأثير إيجابي على الطرف الآخر. كن محفزا، كن مشجعا، لا تكن مثبطا. ثقافتنا مع شديد الأسف كلها ثقافة تثبيط وهدم ونقد، دائما ننقد ذواتنا، دائما ننقد مشاريعنا. لا، نحن نحتاج أن نستبدل هذه الثقافة بثقافة البناء، بثقافة التشجيع، بالثقافة الإيجابية. قالت له زوجته يا زهير أيدعوك ابن بنت رسول الله ولا تمضي إليه، هل لا مضيت إليه وسمعت من، وفعلا مضى زهير وما هي إلا لحظات وإذا به يعود ونور الإيمان يشرق من وجهه. إذن كلمة غيرت مسار زهير بن القين فأصبح من شهداء الفضيلة والإيثار. الحر بن يزيد الرياحي كان يخير نفسه، لكن لما اتخذ القرار الصائب وقال والله لا أختار على الجنة بدلا. إذن واحد من الدروس التي ينبغي أن نستلهمها من مدرسة الحسين اتخاذ القرار والحزم وفتح باب النجاح. نحن كلنا نجتمع في هذه العشرة المباركة، لكن لابد أن نجعل من هذه العشرة المباركة
مفتاح للتغيير، مفتاح لتغيير الذات، مفتاح للنجاح. إلى متى يبقى الإنسان غارق في طريقه وفي سبيله كما هو، يستسلم لمصيره، يستسلم لحياته تتلاعب به يمينا وشمالا؟ لا يا أخي، لابد أن تكون أنت المهيمن، أنت صاحب القرار. فحري بنا في هذه الأيام المباركة أن نجعلها مفتاح للتغيير في حياتنا على المستوى السلوكي الدنيوي. إذا كنت لا تجد طريق النجاح في أمورك الدنيوية، اتخذ قراراتك الحازمة لتصحيح مسارك في هذا الاتجاه. والأهم على مستوى مساراتنا الأخروية، خل أحاسب نفسي، أقف بين يدي الله، أنا أين الآن؟ أنا أقرب إلى طريق الصلاح أو لا؟ والله الشهوات والشيطان وملاذ الدنيا أخذتني وأبعدتني. إذن مفتاح التغيير هو عقلك وفكرك وما تلقنه لنفسك. القضية تبدأ بكلمة، القضية تبدأ بفكرة، ثم تتحول إلى فعل، والفعل يتحول إلى طبع وعادة، والطبع يتحول إلى مصير وهدف. وهذا ما نراه في ساحة كربلاء التي كانت محلا لتسطير البطولات. أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه في يوم كربلاء كان يرى أن ذلك اليوم ميدان لإظهار البطولة والتفاني والمواساة بين يدي الإمام المعصوم. جاءت إليه زينب، تقول الرواية لما وصل أمر عبد الله الرضيع أنه دلع لسانه من شدة العطش. جاءت الرباب إلى زينب، يا زينب خذوا رضيعكم يموت عندكم ولا يموت على يدي. زينب أخذت عبد الله الرضيع، توجهت إلى خيمة أبي الفضل العباس، لكن لما وصلت عند باب الخيمة أخذت تتفكر وأخذت تتردد، تحسب أخماس وأسداس. تقول إن دخلت على العباس الآن وحشمته وشجعته سيمضي إلى ميدان القتال، ومن يمضي لا يعود، وإذا بقيت واقفة سيموت الرضيع على يدي. ماذا صنعت زينب؟ وقفت عند باب خيمة أبي الفضل العباس وأخذت تنظر إلى الرضيع وهي تبكي وتنشج نشيجا عاليا. العباس في خيمته ويسمع صوت امرأة تبكي، والعباس أبو الغيرة لم يتحمل، نهض، وإذا به يرى الباكي زينب. عجيب، زينب تبكين وأنا موجود. راحت بالطفل تبكي لابو الشيمة، لما وصلت ووقفت ورا الخيمة سمعها وقام والسيف بيمين يلوح، جنى الواقفة زينب تون وتنوح. قالت لنعم زينب يا بعد الروح، لي حاجة وريد اليوم تقضي. يقل لها يا بنت الهادي شعبتيني، يا زينب آمري وأمرج على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدا بالسيف لفني،
تقل والدمع فوق خدودها سافي، أنا عرفك يا سردال الحرب وافي، يا حاوي علوم المكنون والخافي، ترى عيالك يا خويا العطش ماذي. اسمع اسمع جواب العباس، يقل الهوى حق من البتول مكسرت الاضلاع، لو فوق الشريعة ميت الف دراع لخليها جنايز تظل فوق القاع، واجيب الماي لاطفالك واروي، وش عاد لو قطعوا جفوفي وفضخ الرّ، وش عاد لو قطعوا جفوفي وفضخ الرّ، وفدوى الزينب ينذبح 70 عباس، واجيب الماي لاطفالك وروي. خرج أبو الفضل العباس قاصدا إلى الحسين يستأذنه لطلب الماء، بينما هو في طريقه إلى الحسين وإذا ببنية تعترضه قد خرجت بكامل حشمتها بخمارها. أوقفت أبا الفضل، قالت له: عم يا أبا الفضل إني عطشانة. كشف العباس مقنعتها وإذا بها سكينة، مضى إلى الحسين مسرعا، قال: أخي أبا عبد الله، أطفالنا يموتون عطشا وأيدينا على قوائم سيوفنا. ونزل عباس يتمرضع بالحسين، يحب يده وجدام رجله والعين، تفايض بالمدامع على الخد، لما حن وبجى حسين وتحسر، يقل حسين: يا أخويا يا عبا، يا خويا انت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وانا ابقى محسا؟ يقل له: يا حسين يا زهرة ايامي، يا خويا نحلت سكن عظامي، درخصني أريد الحق عمامي، وأريد الثار قلبي دم يفور، أجركم الله. أذن له الحسين، قال: إن كان كذلك فاطلب للأطفال شيئا من الماء. رجع العباس لوداع النسوة، لكن يقول بعضهم: درن النساء حوله، هذه تقبله وتلك تضمه، وأخرى تنادي: من لنا بعدك؟ تلفت العباس، رأى سكينة، رأى أم كلثوم، رأى رقية، لكنه افتقد الحوراء زينب. سأل عنها، قيل إنها اعتزلت في خيمتها لأنها لا طاقة لها على النظر إلى وداعك. مضى إلى خيمة زينب، رآها قد احتضنت عمود الفسطاط،
يعني تقول زينب العباس هو عمد الخيمة، إذا قتل العباس تبقى خيامنا بلا عمد. رآها باكية جاء إليها احتضنها، وقعت عينه في عينها، تحاورت العيون جرت الدموع. أخرج العباس منديلا كفكف دموع زينب، قال لا زينب أتبكين وأنا موجود؟ أتخافين وأنا موجود؟ تقل تقل أنا خايفة، لا تقول ما أدري، أي وأنا خايفة ينهتي، أيك ستري يا عباس يا صوان خدري، أي قل لها عيناك لا يصفر لونك، اشعدهم يا زينب يروعونك، ابن والدك قرة عيونك، آجركم الله. ودع زينب ثم انفرد بوداع خاص مع الحسين، ثم انحدر إلى الميدان، أخذ يقاتل فيهم قتال الأبطال، وكانت همته أن يصل إلى المشرعة، عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا، فانصاع يخطب في الجماجم والكلا، فالسيف ينثر والمثقف ينظم، وأو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفضاء المعظم الفضاء الأعظم، ولو استقى نهر المجرة لارتقى، وطويل ذابله إليه سلم. آجركم الله، كان على المشرع 4000 فارس، فكشفهم أبو الفضل العباس وملك المشرع، أراد أن يملأ القربة، أحس ببرد الماء، اغترف غرفة أدناها من فمه، تذكر عطش أخيه الحسين، رمى الماء من يده وخاض الماء، بس هيا سب برد. كلنا كلنا نحفظها، هذه أبيات ابن نصار، اقرأ اقرأ معي. أخاض الماء بس هيسب، غرف غرفة يراوي عطشك، تذكر لأن أخوه حسين بعد ذب الماي من جفه وتحسر، وهذا الماي يجري بطون حي، وذوقه قبل اخويا حسين، واظن طفله يا ويلي من العطش، ما واظن موتي قرب والعمر قصار. آجركم الله، ملأ القربة، شدها شدا وثيقا، امتطى صهوة جواده، ثم انحدر إلى الميدان وهو يرتجز ويقول إني أنا العباس أغدو بالسقا، ولا أهاب الموت عند الملتقى،
نفسي لسبط المصطفى الطهري وقى لاح المارتاج الفخر وتشعشع قمر عدنان وعلى القوم قام يحوم باسم بالحرب جذلان باسم بالحرب جذلان وعداه عبست من صال صالبة وغدا الطوفان وادي الطف غدا زلزال أيدي الطير روس الطيح أعلى من طوة واجال تعجز تعد تحصل طاح من حام وحمى الميدان أجركم الله بينما هو يقاتل وقد أكثر القتل فيهم نادى عمر بن سعد ويحكم إن وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم قالوا ماذا نصنع قال حل حلو نظام الجيش لا ميمنة لا ميسرة لا قلب لا جناحين أجركم الله يا شيعة الحسين فأطبق الجيش على أبي الفضل العباس من كل الجهات هذا والحسين ينظر إلى أخيه وقلبه على أخيه بينما هو يقاتل إذ كمن له لعين من وراء نخلة فضرب العباس على يمينه أيوة عباس فأخذ السيف بشماله وأخذ يرتجز ويقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين أجركم الله بينما هو يقاتل إذ برز له لعين آخر فضربه بالسيف على شماله فطارت هي والسيف ثم جاءت السهام كرش المطار سهم وقع في القرب فأراق ماءها انهد ركنها بالفضل لأنه رأى الماء يتبدى وأما السهم الآخر فهذا من رخصة الزهراء أحد العلماء رأى الزهراء في عالم الرؤيا قالت له يا شيخ إذا ذكرتم مصيبة ولد العباس فلا تذكروا سهم العين فإن سهم العين يؤذيني من رخصتك يا فاطمة سدد حرمل ابن كاهل سهما مشوما فوقع في عيني اليمنى صح ونادي وعبت وعباسا أراد أن يقتلع السام يمينه مقطوعة شماله مقطوعة ليتك يا مؤمن حاضر في يوم كربلاء لتعين أبا الفاضل على سهم العين ماذا صنع قمر العشيرة أخرج رجليه من سرج الجواد انحنى على طربوس جواده ليقتلع السهم بركبته فبصر به حكيم ابن الطفيل فشد عليه بعمد من حديد فضرب أبا الفاضل على هامته أيوة عباس فلق هامته نصفين وقع من على جواده
مناديا عليك مني السلام أخي أبا عبد الله. لكن يا مؤمن هنا مصيبة، يقولون الفارس إذا سقط من على جواده يستقبل الأرض بكلتا يديه، لكن أبو الفضل العباس مقطوع اليدين. تدري بأي شيء استقبل الأرض؟ استقبل الأرض بزنده وبسهم العين، فضرب السهم في الأرض وانغرس في عينه أكثر. أيوة عباس. سمع الحسين صوته فجاء إليه. ترى المصيبة هنا يا مؤمن، اللي ما بكى فيما مضى الآن يبكي لبكاء الحسين. ما مضى كان شجاعة لأبي الفاضل، لكن هنا المصيبة. جاء الحسين إلى مصرعه، ولكن على أي حال؟ قد وضع يده على خاصرته وهو يقول: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. جاء إليه وضع رأسه في حجره. بعضهم يقول أن العباس لم يعرف أن هذا الحسين، لأن العينين واحدة في السهم والأخرى جمد عليها الدم، وضربة العمود ربما جعلت سمع أبي الفضل ثقيلا، فكيف يخبره الحسين بأنه هو الحسين؟ قبله في جبينه. فلما عرف أبو الفضل أن الحسين هو الذي إلى جانبه، رفع رأسه من حجر الحسين ورمى به إلى الأرض. الله أكبر. أعاده الحسين والعباس يرميه. قال له: أخي أبا الفاضل، ما هذا الذي أراك أراه منك؟ لما تصنع هذا الصنيع؟ قال: أخي حسين، أنت الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجره؟ الله أكبر. شلون مواساة هذه؟ يون الحسين ونا، يون الحسين ونا. لكن يقول بعضهم، اللي عطيه الجمري يقول: كان عند الحسين عتب على أبي الفاضل. اسمع هذه الأبيات عن لسان الحال. يقول له: ليش ما بخيت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ يعني يقول له: لماذا لم تشرب الماء؟ أنا آذن لك أبا الفاضل. ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ بماذا أجابه أبو الفاضل؟ قال: يا مظلوم، تدري بالوفا شيمة وطبيعة. شلون عباس يتروى وينسى الحسين؟ ورضيعة. هو أنت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والجرح يسكنه الذي هو آلم. الفاتحة. مصر. أجركم الله المرجو التأني في الخروج. توجهوا إلى العزارة.